توضيح أصول العقيدة الإسلامية أركان الإيمان. العقيدة الإسلامية تقوم على عدد من الأصول والتي تسمى أركان الإيمان، والتي بدونها يكون القلب فارغاً، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وسوف نتعرف على كل ركن من هذه الأركان بمزيد من التفاصيل.